بنصبح على حضراتكم مرة تانية. دلوقتي جه معنا مع أخبار الطقس بالتفصيل. وقاية الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون مائل لدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، دافئ على شمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل الحرارة على جنوب الصعيد. بالليل والصبح بدري الجو هيكون بارد على أغلب الأنحاء. في كمان شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. تفاصيل أكتر عن حالة الطقس معنا على تليفون دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة دينا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك. يعني حضرتك يمكن امبارح اتكلمنا أن الجو برد وهيكون فيه أمطار، لكن الأمطار كانت غزيرة جدا خاصة على مناطق من المدن الجديدة والقاهرة الجديدة، كانت يمكن لدرجة أن كان فيه حبات من البرد كانت موجودة في الأمطار. طمنينا على الجو النهاردة. بالفعل طبعا كان في حالة من حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بالأمس، وكانت أمطار متفاوتة الشدة اختلفت من منطقة لمنطقة، يمكن كميتها زادت بالفعل في بعض المناطق الشرقية شرق جمهورية مصر العربية، بعض المناطق من محافظات مدن القناة، السواحل الشمالية كمان، وتساقط في بعض المناطق بالفعل حبات للبرد، وكان في انخفاض كمان في قيم درجات الحرارة. هي طبعاً كانت حالة من حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وكانت حالة جوية سريعة نتيجة وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا. اليوم هيحصل تحسن كبير في الأحوال الجوية، هتتلاشى تماما فرص سقوط الأمطار من على كافة المناطق، تبدأ قيم درجات الحرارة تتجه نحو الارتفاعات حتى لو هي لسه أقل من المعدلات الطبيعية، لكن طبعا هتكون أحسن بكتير من أمس، لأن كمان هيكون في زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس. وجود أشعة الشمس هيحسسني بالدفء وبالاستقرار فترة النهار، فبالتالي اليوم العظمى على القاهرة الكبرى هتكون 22 درجة مئوية خلال فترة النهار، يعني طقس أقرب للطقس الشتوي المائل للدفء. فترة النهار على القاهرة الكبرى الوجه البحري السواحل الشمالية دافي بشكل كبير على محافظات شمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، ده بيكون فترة النهار وخاصة كمان في فترة الظهيرة. لكن فترات الليل مع الغياب التام لأشعة الشمس هتظل قيم درجات الحرارة منخفضة، طقس بارد في معظم محافظات الجمهورية خاصة كمان في المدن الجديدة الأماكن المفتوحة، المحافظات اللي بيكون لها ظهير صحراوي بشكل كبير. دي الحالة الجوية اليوم. يمكن كمان كان فترة الصباح الباكر في شبورة مائية خفيفة على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، لكن هي سرعان ما بتتلاشى مع سطوع أشعة الشمس وتأثيرها. ما دكتور منار احنا معاكي على الهواء، اتفضلي. طيب واضح ان الشبكه عند دكتور منار مش في احسن حالاتها النهارده، لكن احنا بنشكر حضرتك طبعا على المتابعه اليوميه معانا، ومن الواضح جدا ان احنا حضرتك يمكن امبارح كنت قايله لنا في حاله من عدم الاستقرار هتستمر لمده يومين، لكن من بكره هتبدا في التحسن مره ثانيه، لكن نخلي بالنا فعلا ان جو اليومين دول برد شويه. طبعا نطمن من حضرتك دلوقتي على درجات الحراره المتوقعه النهارده، وهنبداها معاكم من القاهره والعظمى 22 الصغرى 14، العاصمه الاداريه 22 13، اسكندريه 21 13، العلمين الجديده 20 12، مطروح 20-13، دمياط 22-14، بورسعيد 22-15، إسماعيلية 23-13، السويس 22-13، العريش 21-12، كاترين 13-4، طابة 20-12، حلايب 25-19، شلاتين 28-18، شرم الشيخ 24-16، الغردقة 24-16، الفيوم 22-11، بني سويف 22-11، الوادي الجديد 25-11، أسيوط 23-11، سوهاج 24-12، قنا 25-13، الأقصر 25-12، وأخيرا أسوان 22-14. حاولنا نطمن حضراتكم عن حالة الطقس، لكن نخلي بالنا إن في انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خاصة من ساعات الصباح وكمان الساعات متأخرة من الليل، في اختلاف كبير في قيم درجات الحرارة، فنخلي بالنا ونرتدي الملابس الثقيلة خاصة لأولادنا اللي رايحين المدارس الصبح بدري. هرجع مرة تانية لشاذلي وجمانة عشان نكمل معاكم فقرة صباحية مصر. شكرا لك يا دينا.